انا جينا حضرنا المؤتمر الملتقى هذايا يجمع فيه خيان من جميع الدول، تبادل الاراء، بدلنا الاراء، حكينا على برشا مواضيع، حكينا على مشاكلنا كفلاحة، كالصعوبات اللي يمروا بها، كالدولة مش قاعدة متلفتة، ما عندها آخر اهتماماتها أن الفلاحة متاعها كفلاحة هنا الدولة آخر اهتماماتها. أنا فرحان ياسر ومتفائل بالمجموعة الموجودة هذه، من حكينا مع مصر، من مصر حكينا مع السودان، حكينا معهم أكلي متجاوبين معانا، وما فيها باس نهار اخر كي يجون على اي مكان يجوا يباشروا المعاناه اللي نعانوا فيها حني، وما فيها باس زاد نهار اخر كي نمشوا حني زاد غادي ويورونا المعاناه نتاعهم، ونجموا نتعلموا من بعضنا. وديجا هو تو الواحد تعلم برشا حوايج في الملتقى هذايا، تعرفت على برشا حوايج، وكلي الواحد تبدلت فكرته على برشا حوايج. ما كنتش نتصور في نهار من النهارات باش نجي نقابل كيما نقولوا جمعية من فلسطين، ولا باش نقابل جمعية من مصر، ولا باش نقابل والله حاجة خرق العادة. نتمنى يعني ولدي نهار آخر باش يجي أن باش يحضر الملتقى هذا في بلاصة، يعني يحضر الزوز اللي ماذا بيا يتعلموا حاجة جديدة، كيما قاعد نعلم فيهم أني في حاجة جديدة، ماذا بيا يتعلموا هم حاجة جديدة، ماذا بيه يكونوا فاعلين، وماذا بيه يكونوا فاعلين أكثر من يعني فهل الحراك هذايا والملتقيات هذه يكونوا فاعلين أكثر من يعني يكونوا حاضرين أكثر من يعني، خاطر اللي قاعد يعاني وقاعد مضطهد هو الفلاح اللي قاعد يعاني.